خليني أعرفكم على ساندويشتي اللي شطت من وراها كل قائمة الساندويشات اللي عملتها بحياتي. ساندويش اللحمة المفرومة أو سلايدر البرجر بس بطريقة شوي مختلفة. وجماعة الرجيم عفوا منكم صفولي على جنب شوي بعد هاي الوصفة. بالبداية بحط معلقتين من زيت الزيتون بمقلاية وعليهم بصل لحتى تدبل، بعدين بضيف نص كيلو من اللحمة المفرومة. بعد ما تستوي بحط معلقة من الملح، معلقة من الفلفل الأسود، ومعلقة من البهارات المشكلة، وباخد جبنة الكريمة الكريمية اللي بتشهي، بحط معلقة كبيرة مليانة، 3 معالق من الكاتشب، معلقة كبيرة من الخردل. قلبت الحشوة كتير منيح وهيك صارت عندي جاهزة وطعمها عن جد خرافي. ناخد خبز البيجر برجع بدهنه بجبنة الكريمة، لسه بدنا نخليها تكون جوسي ولذيذة. بعد هيك بناخد شرحة من جبنة التشيدر، بعدين بحط كمية وفيرة ومليانة من الحشوة، وبسكر الخبزات. وبس أسكر الخبزات بدهنهم بشوي من زيت الزيتون. نسيت أقولكم حطيت جبنة موتزاريلا عشان تكون خرافية وطعمها غير عادي مثل المطاعم. دهنتها بزيت زيتون على الفرن على حرارة 180، الفرن شاعل من تحت بس 5 دقايق، ودوقوها.